البيئة تستغيث والتلوث وصل لمستويات غير مسبوقة على كوكبنا. المشكلة هذه مش جديدة، ولكن يبدو أننا أهملناها بشكل كبير. أهملنا ضبط استخدام مصادر الطاقة التقليدية واللي هي نفسها أكبر مصادر للتلوث على الأرض. أكبر المصادر بالتحديد الفحم الحجري، الغاز الطبيعي، البترول، مواد بتحترق في الهواء مع الأكسجين علشان تنتج الطاقة، وهي العملية اللي بتؤدي لإطلاق غازات ضارة ملوثة للبيئة. والنتيجة الأخطر والأكبر ربما أنها بتسبب تغير المناخ اللي بنشهده بقوة ووضوح مؤخرا. نعم باسل، يعني فهمنا أنه في تلوث بيئي مفروض لا يتم إهماله ويخوف كذلك. شنو هو الحل هنا؟ هل ما فيش أي حلول؟ الحل هنا بشيء اسمه الطاقة المتجددة، وما تبرينها هي الخلاص والإنقاذ لهذا الكوكب. ولكن ماذا نعني عندما نقول الاستبدال بالطاقة المتجددة؟ هي الطاقة اللي ممكن نحن نولدها من الطبيعة، من أشياء زي أشعة الشمس، الرياح، المياه، وهي الحل الحقيقي لهذه المشكلة. ولكن مع ذلك حل يحتاج لجهد حتى يصبح بديل كامل للنفط والفحم والغاز. يعني هذا غير أنه بيحتاج لوقت ومال أيضا. ولكن اليوم ممكن أن احنا نقول بثقة أنه بعض الدول العربية ماشية بجدية وبتركز على تحقيق هذا الهدف. الطاقة المتجددة يعمل عليها بقوة عالميا وعلى استخدامها بشكل كامل مستقبلا، ولكنها أيضا كأي حلول كثيرة في الحياة لها إيجابياتها ولها أيضا سلبياتها. ما هي؟ موقع Energy Sage يقول أنه من إيجابيات الطاقة المتجددة أنه معظم أشكالها محايدة للكربون أو ما يتسبب الكربون المضر بعد 5 سنوات أو أقل. الطاقة المتجددة من إيجابياتها أنها مستقرة، لها أشكال متعددة، آمنة، وفيرة، ونظيفة. ولكن من عيوب الطاقة المتجددة أنها صعبة التطبيق من الناحية التجارية، ولازم يصير في إعداد لشبكات التوزيع للاستفادة من توليد الطاقة. من العيوب أيضا أنه العديد من أشكال الطاقة المتجددة عندها إمكانيات محدودة ببعض المواقع مثل الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أن الطاقة المتجددة بأشكالها المختلفة تتطلب قدرات تخزين، وهذا الشيء يعني ارتفاع تكلفتها لأبعد من قدرات الشخص العادي أو المجتمع. يعني بإيجابياتها وعيوبها، هي زي ما شفنا الطاقة المتجددة هي الحل المستقبلي الأوحد والأهم للتخلص من التلوث وتغير المناخ وكل الكوارث البيئية والصحية المترتبة عليهم. بعض الدول العربية اليوم توصلت لرفع قدراتها من هذه الطاقة من 57% بنسبة منتصف عام 2022 ل 2023 بحسب مرصد الطاقة العالمي. طاقات نظيفة، طاقات بديلة، طاقات متجددة، مصطلحات عديدة لفكرة واحدة وهي إنتاج الكهرباء بلا تلوث. تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة طموح أغلب الدول العربية منذ سنوات، لكن هذا الطموح المهم جداً يحتاج إلى عوامل لتحقيقه: التخطيط الممنهج، التمويل السخي، وتخطي التحديات مهما كان حجمها. الإمارات تطمح أن تكون قوة عظمى في الطاقة المتجددة بحسب نيويورك تايمز، وتسعى لذلك. كيف؟ تخصص 100 مليون درهم لتمويل الطاقة الشمسية، تساند مشروعات محلية صغيرة ومتوسطة لدعم الطاقة المتجددة، تبني محطات لإنتاج الطاقة النظيفة منها نور وشمس في أبوظبي ومجمع محمد بن راشد المكتوم في دبي. السعودية تماماً كالإمارات تطمح وتدعم الانتقال الأخضر في المنطقة. إمكاناتها لإنتاج الطاقة الشمسية هائلة لأن مستوى الإشعاع الشمسي في مناطقها مرتفع. هدفها إنتاج حوالي 27 جيجاوات من الطاقة الشمسية عام 2024،
و40 جيجا وات عام 2030. مشروعها سدير من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم. هذا بالنسبة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية. أما إنتاج الكهرباء بالرياح بحسب Global Energy Monitor، مصر والمغرب والأردن من أبرز الدول العربية في هذا المجال. إذن التحول للطاقة النظيفة مهم، ملح ومكتمل، ولكن بشرطين: تخطي الدول العربية تحديات هذا التحول الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، إعانة البلدان النامية خلال عملية تحولها في استخدام الطاقة لانتقال أخضر سلس رغم طفرة النفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. طيب، للدخول أكثر في تفاصيل هذا الموضوع معنا الآن المنسق الإقليمي لتغير المناخ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، الأستاذ طارق الخوري. أهلا بك، صباح الخير عليك أستاذ طارق. صباح الخير لكم والمشاهدين، شكرا على الاستضافة. شكرا لك. يعني في البداية اسمح لنا نبدأ بقراءتك الشخصية لما حدث ويبدو أنه يستمر في كوب 28، لأنه فيما يبدو تم تمديد هذا المؤتمر خصوصا فيما يخص الطاقة المتجددة، ما يمكن عمله لتفادي الأسوأ فيما يتعلق بتغير المناخ؟ بالنسبة للكوب 28، يعني مثل ما حضرتكم تعرفوا هو مؤتمر الأطراف تحت الإطارية، الاتفاقية الإطارية العامة لبرنامج تغير المناخ. تحت هذه الإطارية في اتفاق باريس واتفاق كيوتو. خلينا نركز على اتفاق باريس. اتفاق باريس، إذا بدي بلش من موضوع الطاقة المتجددة قبل ما أحكي عن الكوب، الطاقة المتجددة ليست مذكورة بشكل يعني واضح، لكن هي موجودة بكل البنود بشكل تلقائي، يعني ما في بند عن موضوع الطاقة المتجددة. هدف باريس الأساسي هو حد الاحترار الحراري لدرجة ونص مئوية أو درجتين. نحن بعاد عن تحقيق هذا الهدف، 1.7 تقريبا، أو نحن هلأ حاليا ب 1.1، بس هاي ما رح نرجع لها، يعني 1.1 موجود. نحن متجهين لل 1.5 ولل 2. سياسات الحالية رح توصلنا لل 2.8 بحدود العام 2030. والمساهمات المحددة وطنيا أو الأهداف اللي تم وضعها من الدول رح توصلنا لل 2.2 أو 2.4. فنحن بعاد، يعني بحاجة لتخفيض الانبعاثات بما يعادل النصف أو بالضبط 42% بحدود عام 2030 لنحافظ على اتفاق باريس. هلا الطاقات المتجددة كيف بدنا نخفضها؟ يعني وقت نحكي تخفيض انبعاثات، انبعاثات مصادرها تقريبا 75% يأتي من الطاقة أو من الوقود الأحفوري أو من الغاز أو من الفحم. هي بمجمل انبعاثات. 90% من غاز ثاني أكسيد الكربون يأتي أيضا من استهلاك الطاقة. فمثل ما حضرتكم ذكرتوا، الطاقة المتجددة هي الحل الأولي والأساسي لخفض الانبعاثات وبالتالي تحقيق اتفاق باريس وخفض الاحترار الحراري. بالنسبة للكوب كانت بداية موفقة صراحة بموضوع صندوق الخسائر والأضرار، ولكن نحن الآن في حالة حرجة جدا. تقريبا 40 بند تم التوافق عليه، تقريبا 28 بند في خلاف شديد عليهم. فالرئاسة طرحت نصوص جديدة اليوم 6:30 الصبح، وبعد ربع ساعة راح يتم اجتماع بين المفاوضين. إن شاء الله نأمل بإنقاذ هذا الكوب بهي البنود الحساسة. طيب، الآن بالنظر إلى ما وصلنا إليه، ما وصلت إليه كذلك دول حتى دول عظمى في هذا المجال، ما هو حجم التقدم في مجال الطاقة المتجددة برأيك الآن؟ إذا نحكي عن الدول العربية، التقدم الصراحة بطيء، ولكن بالسنوات القادمة خاصة السنة الأخيرة لاحظنا وجود اهتمام أكبر وأكبر. لاحظنا وضع خطط وطنية واستراتيجيات وطنية تهدف الانتقال إلى الطاقة النظيفة أو الطاقات المتجددة بشكل سريع، بحاجة للتنفيذ الأسرع. بالنهاية إذا بنكون هيك شوي صريحين، يعني دول الوطن العربي جميعها مسؤولة فقط عن 5% من الانبعاثات. إذا بدنا نقيسها على المستوى الحجم الانبعاثات التاريخي، ولكن إذا بنقيسها على المستوى البير كابيتا أو حسب عدد الأفراد والجي دي بي،
تعتبر جزء من دولنا انبعاثاتها عالية. لذلك بس نحن ما منقيسها هاد، إذا نحكي على الاتفاقية منقيس على الانبعاثات عن التاريخية خلينا نقول. فنحن يعني دولنا ليست مسؤولة بشكل رئيسي عن أزمة تغير المناخ تاريخيا، ولكن لها دور أساسي الآن في يعني كون بعض الدول غير مسؤولة عما حدث تاريخيا لا يعفيها من مسؤولية اتخاذ إجراءات على الأرض في الوقت الحالي للحد من هذه التأثيرات. صحيح من منظور أنه نحن بحاجة لتخفيف أي إمكانية من غازات الدفيئة، لأنه وصلنا لمرحلة يعني فيني أقولها بشكل واضح أنه خطيرة. يعني نحن فوهت الأمل ضيقة جدا للحفاظ على اتفاق باريس والحفاظ على 1.5 كاحترار حراري. نحن عم نشوف آثار تغير المناخ حاليا ولسه ما وصلنا لل 1.5، فكيف إذا وصلنا ل 1.5 أو للدرجتين مئوية رح تكون الآثار للأسف أقوى. طيب ما هي المصادر الرئيسية الآن للطاقة المتجددة اللي تعتمد عليها الدول العربية الآن تحديدا، وكيف ممكن تزيد الدول الاستثمار فيها؟ المصدرين يعني الرئيسيين أو السهلين بالنسبة لدولنا هن معروفين، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. والطاقة الشمسية أكثر من طاقة الرياح، لأنه نحن التيارات الهوائية موجودة أكثر بالبحر، مما يجعل الاستثمار بطاقة الرياح جيد ومطلوب ولكن أكثر كلفة. ناس بالنسبة للطاقة الشمسية يعني نحن من أكثر دول العالم التي يعني لديها تعرض للطاقة الشمسية بالعالم. يعني نحن ما عندنا كتير غيوم مثلا بأوروبا، وقت يشتغلوا على الطاقة الشمسية 50% من الوقت لا يستفيدوا منها. نحن فينا نتصل نسبة الاستفادة لفوق 95%. فالطاقة الشمسية هي أحد يعني الحلول السهلة والموجودة. وأيضا أظهر التقرير الدولي المعني بتغير المناخ للفريق الدولي المعني بتغير المناخ مشكلة التكنولوجيات. يعني التكنولوجيا للانتقال للطاقات النظيفة لساتها غير أفوردبل أو غير يعني غالية خلينا نقول، بس بالاتجاه الطاقة الشمسية صارت هلأ أرخص، صارت أكثر متاحة، فهي فرصة كبيرة لدولنا للاستثمار بالطاقة الشمسية. طيب شايف المستقبل اليوم بعد مع كل هذه التطورات، مع التكنولوجيا الجديدة اللي ذكرتها، مع التحديات القائمة، تحديات التكاليف، شايف المستقبل هل من الممكن نحن نستطيع نحد من تأثيرات تغير المناخ في الوقت المناسب أم لا؟ إذا تحركنا بسرعة نعم، في وقت الأمل تضيق. يجب يعني مضاعفة الطموح المناخي بمرحلة 3 مرات ليكون لنحافظ على الاحترار الحراري، وما زال هناك فرصة ولكنها تضيق يوم بعد اليوم. لازم نتحرك بسرعة، ليس فقط نحن، كل دول العالم طبعا، ليس فقط دول العربية. الانتقال للطاقات المتجددة أو الطاقات النظيفة هو الخطوة الأولى والأساسية للحفاظ على اتفاق باريس. فيس الأمل موجود، بس بدنا الأمل موجود ولكن محتاج خطوات سريعة. أشكرك على وجودك معنا هذا الصباح، الملصق الإقليمي لتغير المناخ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا الأستاذ طارق الخوري، شكرا لك. شكرا لكم. في اليمن مشاهدينا، الطاقة الشمسية اليوم بديل للوقود بالفعل في تأمين الكهرباء لليمنيين. يعني عملية ري المزروعات استخراج المياه أصبحت أوفر بنسبة تقريبا 75%. تجارة الألواح الشمسية اللي تحدثنا عنها معدتها أصبحت أكثر رواجا، وانتشرت معارض الطاقة الشمسية المدعومة من مؤسسات وشركات الطاقة، وانتشر معها الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة بشكل ملحوظ. متحايلا على أزمة طاقة خلفتها الحرب، لجأ المزارع ماجد معيض إلى هذه الألواح الشمسية التي توفر له كهرباء قليلة التكاليف لاستخراج الماء من بئره الارتوازية وري حقوله الزراعية الواسعة هنا في وادي ريعان شمال غربي صنعاء. الطاقة الشمسية وفرت علينا مبالغ يعني، والزراعة بالطاقة الشمسية بتكون أحسن. الواحد بيكون الفارق فيها لا حدود 70 إلى 75%.
فلاحو هذا الوادي الزراعي أصبحوا يعتمدون أكثر على الطاقة الشمسية مع تواصل ارتفاع أسعار الوقود حيناً وانعدامه من السوق حيناً آخر، ولا تحرك نظام الري الزراعي فقط بل يديرون عبرها أيضاً كثيراً من شؤونهم اليومية. شكلت الطاقة الشمسية في اليمن نقطة ضوء وسط ظلام الحرب الدامس، وراجت تجارتها في الأسواق اليمنية بشكل غير مسبوق، فيما اعتلت ألواح الخلايا الشمسية أسطح المنازل في البلاد بعد انهيار الكهرباء الحكومية منذ بدأت الحرب قبل 8 سنوات. الطاقة الشمسية تولد معنا ما يقارب 3000 ساعة في السنة، ممكن من خلالها نستفيد نولد كهرباء تجارية، يعني ممكن في بعض المحطات بدوا يركبوا طاقات شمسية هائلة يقدروا يبيعوا حتى الطاقات الشمسية هذه بأسعار مغرية. وكان العديد من معارض الطاقة الشمسية أقامتها وزارة الكهرباء بصنعاء بالتعاون مع عدد من المؤسسات وشركات الطاقة خلال السنوات الماضية لإبراز الطرق السليمة لاستخدام تطبيقات الطاقة البديلة ورفع مستوى الوعي لدى مستخدميها. نبيل اليسفي، الحرة، صنعاء. ينضم إلينا الآن مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة LCEC المهندس بيير الخوري. أهلا بك وصباح الخير عليك مهندس بيير. يعني خلينا نتكلم عن السوق اللبناني والمزايا اللي بتقدمها الطاقة النظيفة لهذه السوق وكيف بتخدم العائلات البسيطة هناك أيضا. صباح النور، شكرا للاستضافة. حقيقة يعني اليوم موضوع الطاقة النظيفة أصبح الموضوع الشاغل للبنانيين ويمكن على مستوى عالم كمان. الطاقة النظيفة إلى مجموعة تكنولوجيات ممكن تطبق وتحديدا على مستوى المواطنين اللبنانيين. خلينا نقول نحن لبنان شهد أزمة اقتصادية كبيرة بآخر 3 سنوات، وهذه الأزمة الاقتصادية كان لها جانب إيجابي للحقيقة هو التطور السريع واللافت لسوق الطاقة المتجددة. نحن ببساطة بنقول اليوم بلبنان في أكثر من 1200 ميجاوات من أنظمة إنتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية، وهذا الأنظمة وهذا التطور السريع لأنظمة الطاقة الشمسية سمح للمواطنين اللبنانيين وتحديدا لأصحاب الدخل المحدود أنه يقدروا يأمنوا كهرباء نظيفة والأهم كهرباء رخيصة. يمكن النقطة الأساسية بحديثنا اليوم أنه الطاقة المتجددة وتحديدا إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بلبنان أصبح من أرخص أنواع الطاقة بعد القرار اللي أنا بسميه صراحة القرار الجريء اللي في وزارة الطاقة والمياه برفع الدعم عن كل أصناف المحروقات وعن كل مصادر الطاقة الأحفورية الطاقة التقليدية الملوثة. طيب كيف تساعد الطاقة المتجددة على خلق مزيد من فرص العمل في أعمال التركيب والصيانة وغيرها مثلا؟ حقيقة كمان في بالسوق اللبناني مؤشرات إيجابية كانت بموضوع الطاقة المتجددة. قبل الأزمة عام 2019 بلبنان كان في حوالي 130 شركة متخصصة بمجال الطاقة الشمسية ومجال الطاقة المتجددة، اليوم في أكثر من 800 شركة لبنانية متخصصة بمجال الطاقة المتجددة، وبالتالي عدد فرص العمل زاد بشكل سريع، وهذا التطور هو مستمر. كمان خلينا نقول بشكل واضح تطور السوق بلبنان اليوم تباطأ. أكيد عام 2022 كان عام استثنائي، السوق تضاعف بعشرات المرات يعني حوالي 11 ضعف، إنما اليوم هيدا السوق عم بيستمر بالتطور، وبالتالي الشركات والمهندسين والتقنيين اللي عم بيشتغلوا بهيدا السوق هن بتزايد مستمر. اليوم هذه الأنظمة الشمسية اللي تم تركيبها على مستوى الجغرافيا اللبنانية فتحت الباب إلى مزيد أو نوع جديد من فرص العمل المتعلق بالتركيب وبصيانة هيدا الأنظمة. والشغلة الإيجابية بهذا الموضوع أنه أعمال الصيانة من قبل المهندسين والتقنيين والاختصاصيين بهذا المجال عم بتكون بشكل لا مركزي على مساحة الوطن اللبناني، وبالتالي حقيقة في سوق تم تطويره، في سوق أخذ حجمه بمزيج الطاقة اللبناني، وهذا السوق قدر يخلق عدد كبير من فرص العمل بألاف الفرص العمل. بيبقى نقطة صغيرة بهذا الإطار بقول اليوم هالفرص العمل اللي تم خلقها بالسوق اللبناني عم بتم مواكبتها من عدة أطراف وبرعاية وزارة الطاقة والمياه لتدريب المهندسين والتقنيين حقيقة سيكون السوق على نوع من الجدية ونوع من النوعية العالية بالتركيب ومن بعدها بمراحل الصيانة.
طيب، وللدفع بهذا الاتجاه مهندس بيير، هل كانت هناك مبادرات مدنية، تحركات مجتمعية لاحظتموها أو لفتت انتباهكم بين الناس في المجتمع اللبناني؟ صراحة صحيح بمجرد ما قامت وزارة الطاقة باتخاذ القرار برفع الدعم عن أسعار المحروقات ورفع الدعم عن أسعار الكهرباء، إن كان المنتج من المولدات الخاصة أو المنتج من مؤسسة كهرباء لبنان، شفنا حركة سريعة ونمو سريع للمبادرات الفردية والمجتمعية. اليوم شهدنا بالتقرير باليمن عن موضوع إنتاج الطاقة أو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لمواضيع الري، شفنا كتير بلديات، شفنا كتير من مؤسسات المجتمع المدني عم بيركزوا على هيدي المبادرات. هيدي المبادرات هي حلول على المستوى اللامركزي، وبالتالي هي حلول بتأمن الحاجات المطلوبة للمجتمع على المستوى البلديات وعلى مستوى البلدات والقرى اللبنانية. إنما أيضا كمان شفنا عم نكون في كتير مساعدات من قبل المجتمع الدولي لمساعدة اللبنانيين للتوجه نحو الطاقة النظيفة. اللي بدي أقوله إنه اليوم نحن على نهاية قمة تغير المناخ بدبي. النقطة الأساسية بهذه القمة هو موضوع التمويل، وموضوع التمويل هو متعلق بالوقت، يعني الأموال اليوم الموجودة، إنما الأموال يجب أن تكون عم تصرف لمشاريع الطاقة المتجددة بشكل سريع. والنقطة الإيجابية واللي شاهدناها بمشاركتنا بقمة تغير المناخ، إنه الكثير من هذه الأموال حتكون موجهة للمجتمع المدني وللسلطات اللامركزية على مستوى المنظمات غير الحكومية والبلديات المعنية بالسلطة المحلية. وهذا شيء إيجابي أكيد، أن هناك دعم للمنظمات المدنية وهذه الجمعيات. طيب كيف ممكن تعملوا أيضا أنتم على مساعدة المواطن اللبناني للتوجه لاستخدام الألواح الشمسية عوضا عن الكهرباء؟ نعم سيدتي، في نقطتين أساسيتين. موضوع الطاقة الشمسية أو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية طبعا هو جزء أساسي من تشجيع المواطنين أو من الحلول اللي ممكن نقدمها للمواطنين. إنه بيجي قبله، وهذه نقطة بحب نضوي عليها، هي موضوع فعالية الطاقة وكفاءة الطاقة اللي بنسميها الانرجي افيشنسي. كمان الطاقة الأرخص حقيقة هي الطاقة اللي ما بنستعملها داخل المنزل أو داخل الاقتصاد، وبالتالي مواضيع كفاءة الطاقة هي مواضيع أساسية وهي أولوية للدولة اللبنانية والمركز اللبناني لحفظ الطاقة. وهون كمان خلال مشاركتنا بقمة تغير المناخ كان في عنا لقاءات وفي عنا إطلاق مشاريع كثيرة مع المجتمع الدولي لمساعدة المواطنين بموضوع كفاءة الطاقة، إن كان بتكنولوجيا جديدة هي تكنولوجيا المضخات الحرارية اللي بنعتبرها أساسية، إن كان مساعدة المواطنين على التوجه نحو الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة. كمان هذا موضوع جدا أساسي وجدا له إيجابيات على مستوى المواطن وتحديدا أصحاب الدخل المحدود. وبتجي النقطة الثالثة، يمكن هي زبدة العمل اللي عملناه بوجودنا بمدينة دبي، انه نقدر نأمن آليات تمويل. هذه الآليات التمويل تكون مدعومة على مستوى الفائدة، يكون إلى مدى طويل لاسترداد القرض، وبتكون موجهة لأصحاب الدخل المحدود وبشكل موازي إلى المصانع وأصحاب الدخل المتوسط والمرتفع. إنما أيضا كمان في قلق وفي في إذا بدك تركيز، انه يكون عندنا آليات تمويل لأنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تكون موجهة للبنانيين من أصحاب الدخل المحدود. شكرا لك المهندس بيير الخوري على وجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا لك.